النادي الاهلي محتفظ بنظافه شباكه في اخر 5 مباريات في الدوري على التوالي. يا جواري، شايف ان التقدم او التطور اللي حصل لدفاع الاهلي في الفتره الاخيره هو سبب ان احنا شايفين الاهلي في الصداره في الوقت الحالي في الدوري؟ طبعا طبعا، لان انت تهتم بالدفاع تجيب بطولات على طول، ده طلعنا يعني ده المثل الاشهر عندهم طبعا. بس الاهلي ما بيلعبش جيم دفاعي، ما هنا بقى الفكره ان الاهلي يعني اتطور مع كولر، في حاجه بتتعمل في الملعب. شفنا ان فكره ان الراجل بيسير اي مباراه، سواء فرقه كبيره فرقه متوسطه فرقه يعني في اخر الجدول، هو بيتعامل مع كل مباراه، هو اللي دايما معاه الابر هاند، هو اللي بيشتغل بشكل كويس. اللعيبه صدقته، في رايي ان مباراه السوبر في الامارات ما بين الاهلي والزمالك فرقت معاه كتير جدا، اديته بونص سواء عند الجمهور او عند الاداره او مع اللعيبه. في رايي ان الاهلي شكله مغاير عن الموسم الماضي، اهلي واقعي. كولر عمل حاجه وهي مهمه، ان خلق البدايل في اكتر من مركز، يعني ما بيبقاش عنده مشكله اسلام وعمل منظومه. انت عندك اصابات عبد المنعم وعندك ياسر ابراهيم وعندك متولي، انا هلعب بهاني خالد عبد الفتاح متاسف وهاني باكرايت، وهلعب جنبهم رامي ربيعه مع ان رامي ربيعه بعيد. خالد عبد الفتاح هو كان لعبها في سموحه كسير دباك، بس ده اول مباراه تقريبا يلعبها مع النادي الاهلي، ما عنديش مشكله فيهم. ليه؟ حاطط منظومه. السوليه مش موجود وهلعب بحمدي وهلعب بديانج، انا هلعب بنفس التركيبه. والنادي الاهلي اعتقد على مر الاوقات حتى من زمان دايما لما بينجح بينجح بسبب المنظومه طبعا. وحاجه تانية انا بشوف ان الراجل عاملها مميزه قوي، فكره بلغه الكره انه مجوع اللعيب. يعني حسين الشحات ده افضل موسم لحسين الشحات. ليه؟ لان كان كريم فؤاد ربنا يشفيه قبليها كان هو الاساسي، وطاهر محمد طاهر هيلعب، فانت لا انت في ضغط على كل لاعب في كل مركز. قفشه انت هتبقى كويس هتلعب. صح. محمد شريف وشادي حسين اداهم الفرص، كهربا لعب، لما محمد شريف نزل جاب جول ودي امبارح موجود. فتحس يا اسلام ان عمل الحته اللي هي هو مفيش حد بالبلدي في الاهلي ضامن مركزه بالظبط كده بنسبه كبيره. فدي مهمه جدا ان فكره ان المدرب مجوع اللعيبه، فاللعيبه كلها، وده في مصلحه مين؟ فرقه طبعا. ففكره التنافسيه اللي هو عاملها انا شايفها مميزه جدا وباينه جدا مع الاهلي.